السلام عليكم. وبركاته. نعم. نعم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت محتاج أسأل حضرتك سؤال. اسأل يا حبيبي. أنا دلوقتي كان معايا مبلغ من المال من 3 سنين. أيوه. حطيته في البنك، أنا خدت الدار الإفتاء. طيب السؤال إيه بالضبط يعني؟ ما أنا هقول لك أهو. ها. بعد ما خدت المبلغ أنا حطيته كشهادات بعد سنة ونص اتفكت الوديعة، المهم إن الفلوس كسبت 5000. تمام. وبعد التمام انا بعد ما طلعت الفلوس اديتها لواحد كشراكه ان احنا نشتغل فيها وقلت له على المكسب والخساره. الفلوس كلها راحت. طيب ماشي. فهل انا دلوقتي ال 5000 اللي هم الزياده في حكم ان انا كده بقى في ربا دخل بيتي ولا ايه؟ كل الربا اخذ الحرام اخذ الحلال وانصرف. يعني انا كده بالنسبه لي الحمد لله انا من يوم ما الفلوس ده راحت انا الحمد لله نفسي استريحت. طيب على كل خلاص انتهى الامر، ليس عليك شيء. يعني انا ما ادفعش من فلوسي من حر مالي انا لا 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 خلاص ما خربت الشغله، استغفر الله وخلاص. اه الله ذهب بها.